من بيروت مشاهدينا أرحب بالدكتورة هدى رزق، باحثة في علم الاجتماع السياسي ومتخصصة في الشأن التركي. دكتورة هدى، مرحبا بك. أهلا، مرحبا. أهلا. نعم، رفض حزب الشعب أو الشعب الديمقراطي وأيضا حزب الشعب الجمهوري لقرار أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، هل من الممكن أن يحول دون تمرير القرار بالبرلمان؟ يعني اليوم لا أعتقد بأنه معارضة حزب الشعب الجمهوري أو معارضة حزب الشعوب الديمقراطية ممكن أن تؤثر، ولكن في عملية إرسال الجنود إلى ليبيا، ولكن أعتقد بأنه هم يسجلون موقفا لأنهم يخشون على أن تدفع تركيا ثمن يعني قرارات أردوغان، أن تدفع بجنودها إلى حرب لا هدف فيها، لا سيما بأنه الحرب في ليبيا ليست حرب يعني بسيطة، هناك حرب إقليمية وحرب دولية أيضا، هناك قوات دولية، هناك قوات أوروبية، ولا ننسى أن هناك قوات روسية وهي قوات يعني مرتزقة، هي قوات شركة فاغنر، وأيضا هناك القوات الإماراتية والمصرية التي تقاتل إلى جانب حفتر. فلذلك اليوم يعني أن يكون هناك يعني حركة عسكرية كبيرة كالتي يحاول رجب طيب أردوغان أن يقودها وأن يقود الجيش التركي بعيدا عن محيطه الجغرافي، أي أنه يرسله إلى ليبيا، هي مسافة على الصعيد الجغرافي هي مسافة كبيرة جدا، وهي منهكة للجيش التركي، لأنه اليوم لا ننسى بأنه إذا كان الجيش التركي يريد أن يذهب إلى أن يقود معاركه في سوريا أو في العراق فهي جغرافيا قريبة جدا، ولكن إرسالهم إلى ليبيا فيه من المخاطرة الكبيرة، مما يمكن أن يفقد رجب طيب أردوغان يعني شعبيته كونه يعني يرسل الجيش التركي ولا يرسل مثلا الجيش الحر أو طيب يعني أو نعم مثلا صحيح. طيب لكن لماذا هذا الإصرار من جانب أردوغان بإرسال جنوده إلى ليبيا، مع أنه كما قلت من المعروف أنه بذلك سيجر تركيا إلى ورطة كبيرة جدا؟ نعم، هو يناور، فلنقل اليوم أنه هو يناور، ولكنه يريد أولا يناور من أجل التهديد بأنه يمكنه أن يرسل هذا الجيش، هذا من جهة، هو يناور في وجه القوى الدولية لا سيما في وجه روسيا، لأنه اليوم هو يعتبر بأن روسيا تقف اليوم إلى جانب حفتر وهي تقف إلى جانب مصر، يعني إلى جانب أعدائه، هذا من جهة، أو بالأخص أعدائه وخصومه، هذا من جهة. من جهة ثانية هو أيضا يقول للسراج بأنه سوف يفي بوعده، ولكن هو يعلم تمام العلم بأن هناك مؤتمر في ألمانيا، وهذه رسالة وأيضا يوجهها إلى ألمانيا، ويقول لألمانيا بأنه هو مستعد أن يقود هذه الحرب في وجه خليفة حفتر. لذلك اليوم أعتقد أنها مناورة أكثر مما هي حقيقية، لأنه ما دونها عقبات أن يكون هناك جنود أتراك في الداخل، يمكنه أن يرسل مثلا بعض المرتزقة الذين الجيش حر أو غيرهم أو بعض المسلحين الإسلاميين إلى ليبيا، ولكن إرسال الجنود الأتراك ما دونه عقبات وما دونه مشاكل فعلية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع روسيا عدا المشكلة الإقليمية، ولكن هو يريد أن يقول للسراج بأنه هو يفي بوعده وبأن كلمة تركيا هي كلمة يعني جدية. أما هل يمكنه إرسال؟ إذا ما أراد هو يستطيع، إذا ما أراد لأنه يملك الأغلبية في البرلمان، ولكن السؤال هو إن كان فعلا هو جدي في مسألة إرسال الجنود الأتراك، ممكن أن يرسل أسلحة وكان مرتزق إسلاميين. نعم، هناك عدة طرق يعني. طيب سؤالي الأخير دكتورة هدى، يعني تدخل حزب العدالة والتنمية في شؤون الدول الأخرى واحتلال أراض والكثير من التصرفات أدى إلى انشقاقات في صفوف الحزب وولادة أحزاب جديدة، ما مصير حزب العدالة؟
يعني شوفي، أعتقد بأنه حزب العدالة والتنمية والإسلاميين في حزب العدالة والتنمية وحتى خارج حزب العدالة والتنمية وحتى القوميين اليوم الأتراك يرون بأنه من مصلحتهم اليوم مصلحة تركيا الحيوية أن يكون لها يعني أن يكون لها مصالح في شرق المتوسط. هم يعون جيدا بأنه لا يجب أن يكون لتركيا مكانة ويجب أن يكون لديها حصة في غاز شرق المتوسط، وهم يقولون بأنه جرى استبعاد تركيا من 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 الترسيم البحري. لذلك اليوم المقصود بكل هذه المسألة هو ليس القتال إلى جانب السراج بمعنى أن يكون هناك يعني جنود وإلى آخره، ولكن هو مستعد يعني تركيا نعم. القومية مستعدة لأن ترسل جنودها وتقول بأنها تريد أن ترسل جنودها فقط لأن لديها مصالح في مسألة ترسيم البحر وفي الثروة الغازية. نعم، أشكرك على كل ما تفضلت به ضيفتي من بيروت الدكتورة هدى رزق، باحثة في علم الاجتماع السياسي ومتخصصة في الشأن التركي.